في إطار نشاطات التحضير القتالي والتعاون العسكري لحساب 2017 و2018 وبغرض تدعيم تنظيم البحث والإنقاذ البحري الوطني حسب المتطلبات المحددة في اتفاقيات البحث والإنقاذ واتفاقيات أخرى، نظمت قيادة القوات البحرية أمس تمرينا استعراضيا حول البحث والإنقاذ في البحر بالواجهة البحرية الشرقية للناحية العسكرية الخامسة. التمرين الاستعراضي الذي عرف حضور ملاحظين أجانب يهدف إلى تحضير الإمكانات المادية والبشرية لكل الأطراف المعنية بالتدخل العسكري منها والمدني.